يا خوتي درت فيديو حول أن الجزائر قامت بإجلاء كل رعاياها في السودان عن طريق طائراتها الحربية. الجزائر يعني تعتبر الدولة المغربية الوحيدة اللي قامت بإرسال طائراتها بشكل عادي كشغل راهي داخلة للتنزه، وقامت باسترداد كل الجزائريين اللي كانين ثم وروحوا للبلاد. لكن يا أخوتي ليكن في علمكم بلي ماش غير الجزائريين اللي أنجدتهم الجزائر، أكم على بالكم الجزائر كبيرة عندها شان كبير من الأخر. الجزائر ما هيش تحت مسخير، الجزائر جابت رعاية تحها بالجيش تحها، ماشي كي ماشي ناس يا أخوتي جابوا رعاية تحهم عن طريق اعتمادهم على دولة من دول الخليج واللي هي السعودية. راني نحكي عليكم إيه يا مملكة بوسبير، يا مملكة بوسبير تعرفوا غل الكلام الفارغ. وبالطبع إلى جانب الجزائريين كاينين أحبابنا الفلسطينيين، وأيضا يا خوتي كاينين أحبابنا من دولة أخرى واللي ساعدتهم الجزائر في مشكلة سابقة واللي هي الزلزال. رانا نحكيو على دولة سوريا. انعم يا الجزائري، افتخر دائما ببلدك، افتخر بأنك عايش في الجزائر وبأنك جزائري من الأخر. وما تنساوش حاجة، التعليقات فقط، اهبطوا لتحت خليوا التعليقات تاعكم افتخاركم بجزائرية تاعكم. وايضا حاجة مهمة بزاف واللي هي اللايك، خلي اللايك خويا ما راك خاسر والو. كما تشاهدون هنا يا اخوتي الكرام الى جانب فلسطينيين، الجزائر تساعد دولة عربية في اجلاء مواطنيها من السودان. وذك نقراو مليح يا خاوتي، صارت واحد الحادثة درها السفير الجزائري تاع اللي راهو في السودان، صدقوني راح تفتخروا بالبزاف. شوفوا مليح، تتهافت دول العالم لإجلاء مواطنيها من السودان التي تعرف أحداث دامية. وكانت الجزائر قد باشرت بتاريخ 24 أفريل الجاري عمليات إجلاء رعاياها من الأراضي السودانية، ويبدو أن السفارة الجزائرية بالسودان لم تجلي الجزائريين فحسب، فإلى جانب الفلسطينيين أجلت كذلك 22 مواطنا سوريا من هناك كما راكم تسمعوا يا خوتي. وشكر السفير السوري، شوفوا يا خوتي السفير السوري راح يحكي على واقعة، أكون فاهمين، يحكي على واقعة صارت في الحافلة اللي كانت تنقل رعاية، مش تعرفوا بلي الجزائر صح كبيرة، الجزائر كبيرة بجيشها وبشعبها وبكل حاجة تخص الجزائر من الأخر. وشكر السفير السوري نمير وهيب الغانم رئيس البن الذي استقبله اليوم الثلاثاء في زيارة وداع عقب انتهاء مهامه في الجزائر على تجاوبه ومساعدته في إجلاء 22 مواطنا سوريا وفقا لما أفاد به موقع النهار أونلاين. ومن المرتقب أن تصل الطائرات الجزائرية المكلفة بعمليات الإجلاء اليوم يا خوتي إلى الجزائر. وأجلت السفارة الجزائرية بالسودان مواطنين فلسطينيين، وكشف المؤرخ واللغوي الدكتور أسامة الأشقر، اسمعوا مليحة، أن السفير الجزائري بالسودان لم يقبل أن يوصف الفلسطينيون ممن استنجدوا بالسفارة الجزائرية بالأجانب. قالهم بالعفامكم كلمة أجانب ما نسحقهاش هنايا، كلمة أجانب انسوها بالاكم تخدموا بيها وتستخدموها، بل أصر على وصفهم بالجزائريين. هذو ما همش فلسطينيين أجانب، وإنما هم جزائريين، باش تعرفوا رجولة الجزائري. حتى في الموقف هذاك يعني الإنسان يخمم غير في نفسه، الدنيا راهي مخلطة في السودان. الجزائري يا خوتي قالهم بالك وتعيطوا لهم أجانب، هذو جزائريين. وأوضح الأشقر أن السفير الجزائري تعامل مع الفلسطينيين الذين لجأوا إليه بمثل تعامله مع أبناء بلده، وشرع في تأمين احتياجاتهم. وليكن في علمكم أيضا بأن الفلسطينيين هم من طلبوا الجزائر، الفلسطينيين هم من اختاروا الجزائر، باش تشوفوا مليح ما شكون هو الشعب الأقرب إلى الشعب الفلسطيني، باش تعرفوا مليح بالرجال يتلاقاو يا خوتي مع بعضهم. وأفاد أسامة الأشقر أن السفير الجزائري بعد أن اطمأن على إجلاء المواطنين الجزائريين في الحافلة الأولى، ركب وهو وطاقم السفارة وعائلاتهم في الحافلة الثانية التي تحمل الفلسطينيين الذين انقطع بهم السبيل وتعرضت مناطق سكانهم للاستهداف. وأكد المتحدث ذاته أن الحافلة انطلقت حاملة العلم الجزائري وسط الاشتباكات والنيران والتحليق الجوي المكثف، وقطعوا رحلة طويلة استمرت لنحو 20 ساعة حتى وصلوا إلى مدينة
بور السودان على البحر الأحمر. مش تشوفوا بلي الجزائر مهابل من الاخر، ما يخافوش جزائري. وش تستنى منه يا خاوتي؟ والله صح 130 سنة هو يحارب، تاريخ تاعه كامل هو يحارب يا جدك. راح يخوفوه شوية عسكر، ما تمسخروش، عادي جدا. حافلة جزائرية تمشي ورصاص، وماهوش جزائري اللي راهو يقولها يا خاوتي، ماهوش الجزائري اللي راهو يقولها. نكملوا. وكشف المصدر ذاته أن السفارة الجزائرية تحملت تكاليف رحلة كاملة رغم ارتفاع أجرتها إلى أضعاف مضاعفة. كاين دراهم، كاين البترول، كاين الغاز، ولا وش قالوا خاوتي؟ كاين كلش عندنا والحمد لله، الحمد لله. واللي ما عجبوش الحال يخبط راسه على الحيط. يا المغرب كحل وشوف، شوف الناس اللي عندها تاريخ صح، شوف الناس التي تصنع تاريخها، شوف رجال تاع الصح اللي ما تخافش. من شوية طلقت نار، احنا ناس تاع حرب، ناس مخدومين تاع حرب تاع ثورة، ما نعرفوش ما نفهموش، وفهموها كيما حبيتوا انتوما يا المراركة. ما فهمتوهاش نقولها لكم من الاخر. خي تقولوا رانا حابين نسترجعوا الصحراء الشرقية وحابين نحتلوكم وكذا، ارواحوا قدموا عدنا دوكم فهموكم مليح، والله تفهموا مليح. يا وتحيا بلادي وتحيا الجزائر، ودايما وكل يوم نفتخر باني جزائري، ونبقى نفتخر باني جزائري الى الممات. اها يا سيدي، والله يا خوتي لا حاجة تشرفنا ان نكونوا جزائريين، خير من الناس تستنجد بالخليجيين، بالناس اللي راهي تنتهك في الشرف تاعهم، بالناس اللي راهم دايما يسبوا فيهم يا خوتي. واحد الخطرة داروا مسرحية في السعودية، واحد الفنان كوميدي سعودي طلع كيما نقولوا للمصطبة ويدير لهم مسرحية على المراركة ويضحك عليهم، وراهم الآن يستنجدوا بهم. يا سعوديين سلكونا، يا الخليجيين سلكونا، باين يسلكوكم، لأنه الخليجيين عنده مصلحة فيك، لأنه الخليجي كيجي للمغرب عنده مصلحة فيك، باين راح يعاونك، وراهم عاونوكم وخرجوا لكم الجالية تاعكم كامل راهي في السعودية، ولا تخليهم ثم يحتاجوهم الخليجيين. يا اخي عالا، يا تحيا بلادنا يا خاتي، ياكم تشوفوا والله حاجة تخلينا دايما نقول الحمد لله اللي رانا جزائريين ماناش مراركة. الحمد لله اليوم وغدا. المهم يا خوتي خليونا رايكم في التعليقات كامل، وخليو اللايكات تاعكم لانه على بالي راح يهبلوا على الفيديو هذا بالسينيال. والسلام عليكم، تلاقوا في فيديوهات قادمة. وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.